أهلا بكم من جديد. أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إنجاز 90% من مشروع تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية في منطقتي الخوانيج ومشرف بطول 7 كيلومترات ترتبط من المسارات القائمة في المنطقتين البالغ طولها 32 كيلومترا، وبذلك ترتفع أطوال المسارات في المنطقتين إلى 39 كيلومتر. وقال معالي مطر الطائر المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، يأتي المشروع تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتحقيقا لخطة دبي الحضرية 2040 الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.